وينضم معنا للحديث عن مخاوف طهران من الاختراق الخارجي لمؤسساتها وحملات التطهير داخل الحرس الإيراني. معنا من لندن عبر سكايب الكاتب والباحث في الشأن الإيراني السيد يوسف عزيزي، مرحبا بكم معنا. أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. ماذا يعني وصول النظام في إيران إلى درجة فقدانه الثقة بعناصر وضباط داخل الحرس الثوري الإيراني؟ هناك عدة أسباب في الواقع لتغلغل الاستخبارات الأجنبية في الاستخبارات الإيرانية، وأنتم تعرفون أنه بعد انهيار نظام الشاه في الواقع انهارت الاستخبارات الإيرانية وخاصة السافاك المعروف. فمنذ ذلك الزمان أدخلت القوى الكبرى عواملها، منها الدول الغربية ومنها روسيا ومنها الآخرين، لكن بعد في العقود الأخيرة وبعد يعني ظهور قضية النووي الإيراني وما تبعه من أمور، ازدادت هذه الأمور، وخاصة بعد أن بدأ النظام الإيراني يتبجح بتدمير إسرائيل وما شابه ذلك من أمور، فأخذت الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والدول الغربية الأخرى تتغلغل أكثر فأكثر، خاصة في ما يسمى بمنظمة استخبارات الحرس الثوري التي تشكلت تقريبا قبل عقدين من الزمن. فهؤلاء يعني في الواقع لأسباب مختلفة، تعرفون أن النظام الإيراني فقد تأثيره الأيديولوجي، يعني كانت الأيديولوجية الدينية في الواقع تلعب دور مهم في الثورة وبعد الثورة وحتى زمن الخميني، لكن في الآونة الأخيرة بدأت الأيديولوجية تفقد تأثيرها ليس على الجماهير الشعبية فحسب، بل حتى على العناصر النظام نفسه، العناصر العسكرية في الحرس في الاستخبارات. وبدأت الاستخبارات الأجنبية يعني تتغلغل بالمال وتشتري ناس، هذا أولا، وثانيا بعض هاي الناس في هذه المؤسسات الاستخبارية والأمنية بدأت تفقد ثقتها بالنظام وتتجه إلى التعاون مع هذه الحتزة. سيد يوسف، يعني حملات التطهير داخل الحرس الثوري الإيراني ربما تتزامن مع التظاهرات في البلاد، إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا التصعيد في الضغط على النظام السياسي، وهل بالفعل بدأ بفقدان توازنه؟ يعني إذا تابعنا خطابات أو كلمات خامنئي خلال الشهر الماضي، كانت له 3 خطابات في الواقع في مناسبات مختلفة، نرى أن هناك قلق في بين السطور في كلام خامنئي، قلق من الوضع، وهو يحذر أنه لا يجب أن تتشاوموا على مستقبل النظام وهكذا أمور. فهذا هذه الكلمات الثلاث أو هذه الخطابات اللي سمعناها منه تظهر أنه قلق بالنسبة لمستقبل النظام الذي في الواقع كما ذكرت فقد تأثيره الأيديولوجي الديني أولا، وثانيا ليس له حلول اقتصادية لمصاعب البلد المختلفة، وثانيا يعني هو نظام يعني حتى ليس لديه استراتيجية للقضايا الاجتماعية، المرأة مكبوتة ومغموعة يعني بفرض الحجاب والشباب، أيضا يعني الواقع الاقتصادي بسبب دخولها في حروب في سوريا وفي تدخلها بالعراق وفي اليمن وفي لبنان أثقل كاهل المواطن الإيراني اقتصاديا. هكذا، هذا يضاف إلى
الأمور الداخلية، فالنظام في الواقع يتخبط، والعديد بدأ من المحللين الإيرانيين يعني يتنبؤون بأن يصل النظام إلى طريق مسدود في حلوله. وتعرفون أن يعني في الواقع هذا الغليان الشعبي اللي نرى المظاهرات تقريبا يوميا ومنها اليوم، فهذه الاحتجاجات والمظاهرات إذا اتصلت بعضها مع بعض، لأنه الآن منفصلة، إذا ومعظمها يعني مهنية أو مطالبات مناطقية أو مهنية أو ما كذا أمور، إذا اتصلت وأصبحت عامة كانتفاضة نوفمبر 2019، فلا أتصور النظام يسلم هذه المرة من أي انتفاضة عارمة تعم كل مدن ومحافظات البلاد. فهو يخشى في الواقع مثل هذا الأمر، هذا داخليا. أما خارجيا، يعني خروج هذه الحرب السرية بين إيران وإسرائيل إلى العلن، إلى أي مدى يشير إلى ضعف إدارة بايدن بإدارة ملف إيران النووي وإدارتها للمنطقة بصورة عامة؟ واضح أن الإدارة الأمريكية ليست حاسمة في مواجهتها للملف الإيراني، في إدارتها، في احتواء إيران، ويعني في الواقع وبايدن ضعيف أساسا في هذا المجال، ولا أتصور أنه يتمكن من كما يدعون احتواء إيران إلا إذا في الواقع ضغطت عليه حلفائه في المنطقة مثل إسرائيل ودول الخليج وما شابه ذلك. وإلا هو أيضا في الداخل عنده مشاكل مختلفة مع الكونغرس وهذه الأمور، ففي الواقع ليس لديه خطة قوية، لأنه الآن لو ضاع في الداخل هي مواتية لأي تغيير مقبل في إيران. لا أعرف هل الإدارة الأمريكية تهتم بمثل هذه التطورات التي تحدث. سيد يوسف، لا تعتقد أن أمريكا بإدارة بايدن قادرة حاليا على إتمام صفقة مناسبة لكل الأطراف في المنطقة في ظل نفوذ إيران وانتهاكات ميليشياتها؟ هكذا يبدو. يعني في الواقع الولايات المتحدة تحاول أن تنأى بنفسها من التدخل في دول الشرق الأوسط، خاصة بعد تجارب أفغانستان والعراق. ففي الواقع هي أيضا ليس لديها خطة واضحة لمواجهة إيران، وإيران مرات عديدة في الواقع ضربت مؤسسات أمريكية في العراق وفي سوريا، والولايات المتحدة لم ترد كما هو مطلوب. فإيران في الواقع ترى في إدارة بايدن إدارة ضعيفة يمكن أن تستغلها وأن تمشي يعني سياساتها في هذا المجال. لكن أيضا النظام الإيراني في الواقع يواجه مشاكل داخلية يمكن أن تلعب دورا. في سؤال أخير سيد يوسف، هل استشعر النظام الإيراني خطر خروج الحرس الثوري عن سيطرته، وهو ما يفسر تصريح حسين طيبي فر ممثل خامنئي الذي دعا إلى تدريب قوات تستطيع الضغط على الزناد دون خوف؟ أنا أتصور يعني في الواقع نفوذ الاستخبارات الأجنبية وخاصة الإسرائيلية في الحرس الثوري وحتى في الاستخبارات هو نفوذ يعني ليس هين. فيعني في وقت اللي يتم إقالة حسين طائب
قائد نعم أو رئيس استخبارات الحرس الثوري، وهو الرجل الحديدي القوي الأمني في إيران، والمقرب لابن خامنئي، مقرب لمجتبى خامنئي، وأيضا يتم يعني إقالة علي نصيري قائد قوات أنصار المهدي، وهي مسؤولة لحماية حياة المسؤولين في إيران، ويتم إقالة جباري إبراهيم جباري قائد ما يسمى بفيلق بفيلق. نعم، إذا كلها ربما تشير إلى تخلخل قبضة إيران من إحكامها السيطرة على الحرس الثوري. نشكركم الشكر الجزيل السيد يوسف عزيزي الباحث في الشأن الإيراني. هو مسؤول عن حماية خامنئي ومؤسساته وحراسته، فهذا معناه أنه هناك تغلق. يعني لو كان بإمكانهم، يعني كان حتى تمت تصفية خامنئي، لكن يبدو لا يريدون هذا. نشكركم الشكر الجزيل ونعتذر لضيق الوقت. شكرا لكم سيد يوسف عزيزي.